معنا خبر خاص بإعلان مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء إن صناعة الدواء أصبحت من أهم الصناعات في العالم، ومن المتوقع أن يصل معدل النمو السنوي للإنفاق على الأدوية عالمياً 1.6 تريليون دولار، وده بحلول عام 2025. لمزيد من التفاصيل احنا معانا عبر الهاتف دكتور علي عوف، رئيس الشعبة العامة للدواء بالاتحاد العام للغرف التجارية. صباح الخير يا دكتور. أهلا بحضرتك معينا. بداية خلينا نعرف من حضرتك حجم الإنتاج المحلي من إنتاج الدواء، ونعرف كمان حجم الصادرات المصرية. هو سوق لأنه هو سوق مستقر وبقالي سنين في موجود على الساحة الدوائية على مستوى العالم. حجم إنتاج السوق مصر السنة اللي فاتت في 2021 كان حوالي 100 مليار جنيه مصري. ده بالنسبة لحجم السوق. بالنسبة للتصدير احنا السنة اللي فاتت كان عملنا طفرة، زاد حجم صادراتنا من 300 مليون دولار إلى 600 مليون دولار. وده كان نقلة نوعية، لأن طبعا الدولة بتشتغل على محاور لتشجيع التصدير وخصوصا قطاع الدواء. صحيح. وهنا برضو حابين نشكر يعني فخامة رئيس الجمهورية والسيد رئيس طبعا مجلس الوزراء ووزيرة التجارة والصناعة، لأنها يعني في ناس بتاخد قرارات حاسمة بتفيد البلد كتير قوي. صحيح. طيب خلينا نعرف كمان من حضرتك يا دكتور يعني حجم المخزون، ونعرف أهمية توطين صناعة الدواء. اولا حجم المخزون عندنا احنا، مخزون الدواء في مصر النهارده بيكفي من 3 لـ6 شهور، وفي حاجات بتوصل لسنه. في متابعه يوميه من هيئه الشراء الموحد وهيئه الدواء لقطاع الدواء لكل ماده خام موجوده و منتج نهائي في المصانع والموزعين، ومراقبة الأسواق والصيدليات. فلو في أي سحب زاد على أي منتج بيتم التعامل معه مباشرة. احنا هنا من خلال برنامج حضرتك بنناشد الناس ان هو تغيير نوع من الثقافة بما يتماشى مع الثقافة العالمية، ألا وهي لو أنا لي دواء محدد باسم محدد مكتوب لي في روشته وما لقيتهوش، مش معنى كده ان هو ده اللي لازم اخده. في 50 حاجه زيه بالظبط، نفس الكفاءه ونفس والماده الفعاله، فعاله لحاجه ويمكن السعر بيبقى اقل. تمام. وبالتالي احنا بنناشد الناس انها في الظروف الطريقة اللي العالم بيمر بيها دلوقتي في الأزمات اللوجستية، إنه النهاردة طالما الدواء موجود جوه مصر هو موجود بالظبط. بره في أوروبا وفي أمريكا في العالم كله مفيش حاجة اسمها الدواء باسم، في حاجة اسمها المادة العلمية، هي دي بتتكتب، وأي حاجة موجودة المريض بياخدها بره، وده أفضل شيء من ناحية عدم حدوث أي أزمات. طب ده يخليني أسأل حضرتك يا دكتور عن مدى الاستعدادات من أو على المستوى الدوائي طبعا من جانب شركات الأدوية عشان تقدر تغطي السوق المحلي، ده موجود فعلا؟ طبعا. احنا بالنسبة لمصر غطي الشركات الوطنية في حدود 92% من احتياج البلد. تمام. وده رقم كبير جدا، لأنه معظم الدول حتى اللي حوالينا الخليج او الشرق الاوسط مش هتلاقي كم صناعه بتغطي بهذا، لان احنا الحمد لله عندنا فوق ال 160 مصنع مرخص، وعندنا 80 مصنع طالع، وعندنا 1700 شركه دواء، فاحنا عندنا سوق منظم وعندنا امكانيات كبيره. نعم. ونغطي احتياج البلد. طيب نقدر نقول يا دكتور ان سرعه انجاز تسجيل الادويه وايضا سرعه التراخيص كان ليها اثار واضحه على او في ارتفاع الصادرات المصريه في مجال الدواء، والطفره طبعا اللي بتشهدها صناعه الدواء في الفتره الاخيره. هو طبعا الحاجه اللي ما فيش فيها شك في ازمه كورونا كان في تعامل مختلف، في
في قصة تناول وتسجيل الأدوية وخصوصا الأدوية الحديثة. نعم. الأدوية الحديثة تم الحاجات اللي هي كانت بتنزل النهاردة على مستوى أمريكا وأوروبا، تاني يوم هيئة الدواء المصرية بتبدأ تراجع مستنداتها وتحلل عيناتها وتتأكد من إن هي مطابقة للمواصفات، وفي خلال أقل من شهر بيكون واخدة موافقة الترخيص الطارئ. نعم. وبالتالي ده وفر كميات من الأدوية الحديثة اللي هي وهي بتنزل لسه في أمريكا وفي أوروبا، مصر في نفس التوقيت بتنزل للناس عندها. مش بس كده، احنا تفوقنا في دول أفريقية ودول الشرق الأوسط بأن احنا عندنا أدوية مش موجودة عندهم، وبالتالي احنا قدرنا نصدر. يعني. صحيح. أنا بشكر حضرتك جدا يا دكتور، بشكرك دكتور علي عوف رئيس الشعبة العامة للدواء بالاتحاد العام للغرف التجارية، بشكر حضرتك، شكرا جزيلا على هذه المداخلة.